لكم مشاهدينا من جديد وفقرتنا اليوم راح نتكلم عن تصميم الأزياء. طبعا كثير بنصادف شخصيات بيصمموا الأزياء، لكن اليوم قصتنا نقدر نقول فريدة من نوعها. ليه؟ لأنه مصممتنا قبل ما تبدأ هذه المهنة تعلمت هذه المهنة وأسرارها من والدتها، فطبعا حنتكلم إلين ما صارت هذه المهنة بالنسبة لها يعني فريدة من نوعها من ناحية التصميم وتصميماتها وتلوينها صار هو الشيء الغريب في الموضوع. طبعا حنرحب معانا اليوم في الاستوديو أستاذة لبنى الشعبان اللي نورتنا في سيدتي. يا هلا فيك أستاذة لبنى، منورتنا بداية كل عام وانت بألف خير بمناسبة يعني أكيد يوم الأم العالمي، وإن شاء الله الله يطول في عمرك يا رب ولأبنائك ولأهلك أكيد. بداية أنا بنعرف منك أستاذة لبنى أنه هذه المهنة كيف بدأتيها؟ كمهنة بدأتها طبعا بعد ما تزوجت وخلفت أكيد. تفضلي. بس الأساسيات تعلمتها على يد أمي الله يديها العافية والصحة. أمي تزوجت صغيرة وكانت جت مع بعثة التعليم في المملكة، بس لما كتروا عيالها فاستصعبت حكاية الوظيفة فقررت تعمل من البيت. فكانت بتدرس رياضيات وكانت بتدرس تفصيل، كانت فاتحة مشغل عندنا في البيت بتدرس البنات تفصيل وخياطة، فأساسيات الخياطة كلها والمقاسات المنطقية كلها تعلمتها عن طريق أمي الله يديها العافية. حلو، بس يعني اليوم بنشوف إنه في مصممات كثير في الفترة الأخيرة بس ما يعرفوا أي تكنيك من تكنيك الخياطة، هذا الشيء اللي تعلمتيه. هم بيصمموا بس ما بيخيطوا، فما يعرفوا يعني، عشان كده بيحصل دائما تصادم بين الخياط والمصمم. أنا بتجنب هذه الأشياء لأني أعرف الأساسيات. فعلا. فالوالدة الله يديها العافية حتى عيوب الجسم كانت تعلمهم كيف يخفوا عيوب الجسم، كيف الخياطه بالضبط، البينس لو المقاسات في ناس مقاساتهم شويه، بالذات احنا المقاسات العربيه شويه مختلفه عن المقاسات الاوروبيه، عن المدارس الثانيه، عن مدارس الفلبينيين. الخياطين لما يجوا ما بيعرفوا يتفادوا العيوب اللي موجوده في جسم، مو عيوب، ميزه الجسم العربي. حلو، طيب ايش رايك نشوف اليوم الموديل تتفضل عندنا في الاستوديو ونتكلم اكثر عن الموضوع، ايش الاشياء اللي اتعلمتيها او الخبره حقت استاذه لبنى الشعبان في الموضوع؟ انا والله هلا فيك ساره منورتنا. طبعا انا حرسم رسمه اليوم عن تدل على الام. في نفس الوقت حقول انه الوالده الله يديها العافيه وهي بتعلم اساسيات الرسم، هي بتعلم خياطه، فاحنا كنا نعترض انه هي بتاخذ وقت مره طويل في الخياطه، فاحنا اولادها يعني كنا بنعاني من ده الشيء. فانا ما احب حكايه انه ناخذ وقت طويل كده في الخياطه، فانا عاده بخيط يعني بخلي خياطين يخيطوا لي الاساسيات البيسك وانا بصمم بس. ايوه، فالشيء هذا حسيت انه ريحني مره كثير حكايه يعني حبيبتي حاسين يعني انك حامي صراحه ويعني الشقة اللي بقاعدة تسويه، بس حلوة الفكرة صراحة انه ممكن اون سبوت تسوي هذا الموضوع. ايوه انا اوريدي كان في راسك فكرة قبل ما تبدأي ترسمي ولا خلص كذا؟ عن الام، ايوه فكرة عن الام. يعني حطيتها في بالي اني اسويها. Very nice. يعني انا حاليا ماني قادره اتخيل اساسا ايش ممكن الرسمه. ايوه طبعا يعني حنسوي سبرايز في النهايه، اصلا سبرايز دينا كلنا فعلا سو فار. كم غالبا ياخذ منك وقت انك انت تبني رسمه او بتسوي رسمه؟ والله عاده بيكون في اشياء بتاخذ مني 10 ايام حسب الشغل اللي فيها، بس حاليا اكيد حنخلص الرسمه داخل صح؟ الرسمه ايوه دحين حتخلص خلاص. ايش معنى هذيك ب 10 ايام؟ في شغل ياخذ 10 ايام، في فستان جاهز اسويه بنص ساعه. حلو. ففي حاجات كده. طيب اخترتي انت نقدر نقول فكره تصاميمك والاشياء اللي بتسويها مختلفه عن مصممات الازياء، ليش اخترتي ذا يعني هذا الخط او هذا النوع من تصميم الازياء؟ انا من الناس اللي ما احب تضيع الوقت، واحس انه لما بخيط فستان ناخذ بروفا ياخذ وقت وياخذ اشياء كثير على ما احنا نروح نخيطه في مشغل وكذا. وكنا دائما مع الوالده اشوفها تاخذ وقت عشان تخيط بس تنوره، ايوه، وتاخذ وقت عشان تسوي بس فستان بسيط لطفل، وتاخذ وقت طويل عشان يعني الخياطه نفسها مع البطانه ومع التركيبات. فانا لقيت انه لا، لما اجي اسوي انا بس مجرد اني اسوي الاساسي عند الخياط
واحط عليه رتوش لمساتي ايوه فعلا بيفرق بيوفر وقت وبيوفر احس بدا شويه تتكون الصوره حاليا. طب هذه الالوان اكيد الالوان هذه خاصه لللبس يعني لو غسلتيها لو ايش ما صار طبعا ما تروح. ما يصير لها شيء لا طبعا الالوان خاصه للقماش كويس نتاكد ما نجيبها في البيت عشان لا تطيح على الملابس ايوه عشان لو طاحت على الملابس حتعدم الدنيا. طب هل بتحاولي تعلمي هذه الاشياء تتوقع انك تعلميها لبناتك؟ بناتي يعرفها ما شاء الله خلاص علمتيهم؟ حلو ما شاء الله ما علمتهم الاشياء هذه هم يتاثروا فيها يتاثروا فيها بنفسهم و طيب غالبا الاشياء اللي بتصمميها او الرسمات اللي انت بترسميها مين الشريحه اللي بياخذوها منك اكثر شيء؟ هل في اعمار معينه هي اللي بتنبسط على هذه الرسومات ولا تحسي لا في لكل فئه؟ يعني المشكله ماني قادره اركز ما شفت انت ايش قاعده تسوي. والله شو حسب يعني هذا الموديل مثلا اخذته ام عروسه بس ما حطت عليه رسمة أوكي. حطت عليه فصوص وكده حاجات تانية فيختلف حسب الإضافات حسب الحاجة اللي هي بتسويها حسب هي إيش تحب حسب ما تحب الزبونة يعني وأنا عموما أحب الشيء لما يكون سمبل عشان في شغل كتير فأنا أفضل إنه المكياج يكون بسيط ناعم طبعا ما شاء الله خاصة جهزت تقريبا خلاص باين هنا هذه البنت وهذه الام صح؟ فيري نايس طيب نبي نعرف هذه الاشياء لما الوحده يعني تفكر تسويها هل لازم احد او مكان تتعلم منه ولا انت هي هوايه؟ انا بالنسبه لي هوايه الحاجات هذه ما تقدر تتعلميها يعني اللمسات زي اللي مثلا عندي زباين كثيره بيجوا بيطلبوا مثلا بلوزه البسها على ايش؟ طب فين الحس حقتك انت كونت يعني؟ بالضبط ما يعرفوا يلبسوا البلوزه على ايش؟ فعلا طب ابغى دقيقه انت بترسمي ورا شيء ثاني؟ لا بكمل القلوب طب قولي لنا الرسمه هذه عباره عن ايش؟ هذه طبعا الام وهذه البنت ايوه وحب الام حلو فيري نايس وهذا قلب كبير كده بينهم حلو طبعا استاذة لبنى شعبان خاص بالنسبة لنا احنا الرسمة وضحت الرسمة وضحت يعني فنانة ما شاء الله تبارك الله واكيد هذا يعني عربون مننا صغير ومن جدة روز اكيد اللي يعطيهم الف عافية قدموا هذا الورود لكل ضيوفنا اللي جوا عندنا اليوم وتفضلي استاذة لبنى شكرا وكل عام وانت بالف وانت بخير ان شاء الله وان شاء الله وشكرا للموديل طبعا ساره من هنا يا ساره وانا حابه كمان أحب. اشكر صالون ميس وورد اكيد هم ما شاء الله الكلمه المكياج حقهم يناسب شغلي يعطيكم الف عافيه اكيد ومنورين واشكر امي كمان وان شاء الله حوصل لها البوكيه هذا شكرا اكيد يعطيك الف عافيه متابعينا طبعا بعد هذه الفقره الممتعه خلونا نطلع لفاصل